السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام، محطه جديده من محطات حياه المعلق الرياضي محمد بن راس علي. اهلا بك معنا في السيره. اهلا بك وارحب باخوه المشاهدين وانا تحت تصرفك. نعم اهلا بك من جديد. خلال الحلقه الماضيه تكلمنا على محطات حياتك منذ بدايتك، منذ ميلادك ونشاتك في بنغازي، وصولا الى اول تجارب ليك والتي لمع نجمك من خلالها، وصولا الى سنه 80 في التعليق الرياضي والمجال الإعلام الرياضي. نعم. الآن سنتحدث عن ما بعد ذلك، حقبة جديدة ومرحلة جديدة غيرت أيضا وأضافت الكثير لمحمد بن راس علي. صحيح. خلينا نتكلم على سنة 82 بالتحديد وإسبانيا وكأس العالم في إسبانيا، كيف كانت مشاركتك فيها وإلى ماذا تغير وكيف أصبح بن راس علي في تلك الأحداث وفي تلك الفترة بالضبط؟ في كأس العالم عام 1982 بإسبانيا كنت أكثر قوة مما سبق، وأكثر قدرة وأكثر فهما وأكثر إدراكا، فتشكل الوفد الليبي وسافرنا إلى إسبانيا. كان يتألف من مجموعة إعلاميين كان بينهم المخرج الفنان فرج المدبل، وقد أفادني كثيرا بملاحظاتي وبسرعة فهمي لكرة القدم، وهو لاعب سابق ممتاز. أبرز شيء لا يمكن أن تنساه في حضورك لكأس العالم بإسبانيا شن كان؟ أبرز شيء زاد التقائي بالمعلقين العرب، كابتن لطيف، علي زيور، محمد بغنيم، يعني مجموعه من الغير العرب. فكان دائما بين المعلقين كل منهم يحاول ان يتفوق على الاخر، وهذا يخلق منافسه هائله. فانا الحمد لله اني كسبت كل المنافسات التي دخلت فيها، ولا اتحدث عنها لاني لا اريد ان اصارف هذه المعلومات بما يمس المعلقين الآخرين الذين أحترمهم وأقدرهم وأحترم المساعدات التي قدموها إلي. نعم، سنة 86 كنتم على وشك المشاركة والذهاب للتعليق على كأس العالم في المكسيك وقتها. شو اللي صار؟ ليش ما مشيتوش؟ جهزنا أنفسنا للسفر إلى المكسيك، جهزنا بطاقاتنا، ولكن حدث شيء في ليبيا لم يكن في الحسبان. وقعت الغارة الأمريكية التي سحبت مناطق من ليبيا، وهذا قلب المعطيات. وكان لا جدوى من الاهتمام بكرة القدم في هذا الجو الذي كان يزداد بين أمريكا وليبيا، ولهذا أنا مسافر لكأس العالم وفضلت السفر إلى تونس، ولكن هذا لم يحدث أبدا. نعم، علقتم على مباراة كأس العالم وقتها سنة 86. نعم، في 86 حمل شيئا جديدا بالنسبة لي وشيئا سلبيا للغاية، لسلبيا كمعلق. 86 كنت أجهز نفسي للسفر للمكسيك. أعطيكم ملاحظة مهمة، 86 أقيمت المكسيك لأنها نقلت، لأن كان مفروض أن تقام في كولومبيا، ولكن أعلنت كولومبيا أنها غير جاهزة لتنظيم البطولة في الوقت الأخير فنقلت إلى المكسيك. كنت أنا على وشك السفر لتونس آنذاك 86، وسائل الاتصال لم تكن موجودة، وسائل التلفزة لم تكن موجودة. كان لابد أن ننتقل إلى تونس ليشاهد المباريات، وكان واضح أن التلفزيون الليبي لن ينقل المباريات لأنه في حالة حرب. أخذت إجازة وكنت في طريقي إلى تونس، ولكن صديقي محمد بن داية أخبرني في المطار أن التلفزيون الليبي سينقل المباريات. لقد المباريات اجتمعت المسؤولين، كان آنذاك أمير الشعبية للإعلام الدكتور محمد شرف الدين ورجل صالحي مدير الإذاعة وأحمد رضيف مدير البرامج، فأخبروني أن التعليق سيكون بالأرقام وليس بالأسماء. ليش؟ لا أفهم لماذا. اعترضت على هذا الأسلوب،
فسمعوا لي بالتعليق على 4 مباريات وتم وقفوني من غاية 86 لعند 90 لم أعلق على أي مباراة. نعم، هذه كان في حادثة يذكرها أصدقائك والمقربين منك، وهي كان أنت يعني مهتم جدا وموله بمارادونا لدرجة أنهم طلبوا منك حتى أنك أنت تنقص شوية اهتمامك بمارادونا. أحد المباريات كانت الفارقة مارادونا لا يسواه أحد، هل هي الجملة التي تسببت بإيقافك عن التعليق؟ ربما تكون أنا كانت المباراة ذاك بين إيطاليا والأرجنتين في المكسيك، وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف حرزه التويلي بهدف من قبل، وبعد ذلك كانت التعليمات مشددة أن لا أمجد مارادونا لا أشكر مارادونا، ولكن مارادونا كأنه اشترك في هذه المباراة ضدي وقام بشيء خارق وأحرز هدف التعادل. أنا وجدت نفسي أقول كلمة لما أكون حاسب حسابه، هذا هو مارادونا الذي يسواه واحد. قطع النقل وبلغوني أني موقوف على نقل المباريات لحين 4 سنوات لم أعلق المباريات، ونقلت التلفزيون الليبي باقي المباريات دون معلقين صوت الجمهور فقط. نعم، هذه كانت عقوبة لك 4 سنوات. أنا لا أفسر، أشرح لك ما حدث لي بالضبط، لكن ما عندكش تفسير يعني. لكن سنة 88 يعني بعد هذا بسنتين كنت ضمن المشاركين في أولمبياد سيول، كنت تعتبرها مفاجأة. جرت الأحداث والمقادير يوم ذكر. أنا كنت حتى في 88 كنت موقوف على التعليق، ولكن تعاملوا معي هم قد يكون استدراج لعودة للتعليق، لم أفهم هذا. هم تم استدعائي، ولكن قصة شهيرة في 88 سافر وفد إلى سيول كوريا الجنوبية، وكان يرأس المادي أبو الخير رحمه الله، وبعد ذلك حدث تطور، تم تشكيل وفد آخر ولحقنا بالوفد الأول ووصلنا إلى سيول فوجدنا الوفد الليبي أمامنا، فلم نعرف من هو الوفد الحقيقي، ولكن استطاعت اللجنة الأولمبية أن تلم الوفدين لبعض وتشكل وفد واحد، ولكن بقيت علامة فارغة، لماذا سافر الوفد الأول ولماذا تم تجهيز الوفد الثاني؟ كان المفروض الوفد الثاني يلغي الوفد الأول، ولكن الروح الليبية تغلبت وتم تجانس بين الوفدين. نعم، وقتها هل لي علاقة بما نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية؟ بالتأكيد، لأن أعتقد أن الوفد اللي سافر بالتأكيد له، ولكن يبقى التأكيد مجرد استنتاج مني. عندما سافر الوفد الليبي الأول، الوفد الليبي الأول الذي رأسه المرحوم المادي أبو الخيرات، ربما لم يكون قد نال الموافقة الرسمية من الجهات الرسمية، دعت إذاعة لندن خبر الراديو وليس للتلفاز إن لو إن هناك منع للوفد الليبي، تم تشكيل وفد آخر. هذا الجانب الذي يعرفه. لكن إيقافك عن التعليق ما جاش فجأة، يعني موسكو، إسبانيا، سيول، يعني كانت في مقدمات ليه، لكن هذا كله ما خلاكش تحبط، ما وقفكش، ما سبب لكش أي عقدة بينك وبين نفسك أنك أنت مش حنرجع تاني للتعليق؟ يا صديقي، دائما الطير الذي يغرد خرج سرب ينال عقوبة، أكتفي بهذا. طيب، هل من أسماء لمعت بعين بالرأس علي، سواء كنت معلق على المباريات أم كنت حاضرا لها، سواء كانت في السبعينات أو في الثمانينات؟ الحقيقة هناك أسماء كثيرة شدتني ولا زلت أتذكرها. أول ما شدني المعلق الإيطالي ساندرو شوتي، وساندرو شوتي معلق رياضي دبحة غريبة. هذه دفعاتك أكثر للتعليق؟ دفعتني أكثر للتعليق، يعني المعلق هذا يعني أنا لما التقيت به هو كلامه دائما لعبه غريبة، التقيت به قال لي أنا تعرفت عليه، فقال لي أنا الخطأ الذي أصبح صحيحا،
الخطأ اللي عندما تقدمت لي كان صوتي غير صالح للإذاعة، وتقدمت وأنا أخشى أن يقبلوني. قال لي واعترف أن صوتي لا يناسب صوت المعلق الرياضي. قال لي بعد سنه مريت وحققت نجاح أصبح قاعدة لاختيار المعلق الرياضي. هذا هنا. أما بالنسبة للمعلقين، هناك معلقين كثيرين حلب، يعني الكابتن لطيف له القاعدة متاعها، مؤيد البدري في العراق، معلقين كثيرين. ولكني ألفت انتباهك أن حاليا أنا في نظري أنا أحسن معلق عربي هو محمد بركات. نعم. وليبي هو امتلك الموهبة وامتلك الأدوات وامتلك الوسيلة. محمد بركات منظومة. ليش محمد بركات بالتحديد؟ محمد بركات عشق لكرة القدم أعتقد يفوق عشق المعلقين الآخرين. أنت لما تعلق تفهم تتابع تعليقه تحس بأشياء يقولها لك، كان هو يتعامل مع صديق مقرب. أنا شخصيا أشعر بهذا المعلق وأرى على أنه علامة فارقة، رغم أنه لم ينال حظه ويتم التعامل معه على أنه ليس الأول بينما هو الأول. طيب، هذا بما يتعلق بالتعليق الرياضي. ماذا عن اللاعبين؟ هل تذكر أيضا أول لاعب كرة قدم ليبي محترف؟ أتذكر كيف أعتقد أنه اللاعب بزيو الذي لعب لفريق كان فرنسي أو ما نقوله عليه الآن غانغون. فهذا اللاعب أنيق رائع، لم ينال حظ في وسائل الإعلام آنذاك، لأن نقصد الفوز. ولكن هذا اللاعب أنك تصل في الستينات إلى فريق فرنسي وتصبح لاعبا مرموقا فيه، فهناك لاعبين كثيرين. الكرة الليبية أوجدت كم هائل من اللاعبين. أتذكر في الستينات مجموعة كبيرة، يعني انت حارس مرمى رحمه الله ابراهيم المصري في مباراة فاس، مباراة المغرب وليبيا، جعلت ملك المغرب المرحوم محمد الخامس يخلع ساعته ويقدمها الحارس الليبي ابراهيم المصري. ابراهيم المصري حارس كبير. نشوفه باقي الاسماء الاخرى، نور الترهوني السد العالي، هذا اللاعب ذو امكانيات هائلة، كان يمتاز بتكوينه الرائع. هذا الاسماء بن صحمد بن سويد، احمد بن سويد اللاعب العربي الوحيد الذي سجل 4 أهداف في شباك منتخب مصر في اللقاء الاول في ملعب بلدي بطرابلس، احرز هدفين في مرمى هشام حارس المنتخب المصري، وبعد ذلك في القاهره احرز هدفين 4 أهداف. لحد الان لم يصل اي مهاجم يسجل 4 أهداف، وهذا يعيدني بالذاكرة إلى المنتخب الليبي القوي في عام 1965 على ملعب الكشافة في بغداد في كأس العرب الثانية. تقابل المنتخب الليبي مع منتخب عمان، سلطنة عمان، وفاز المنتخب الليبي ب21-0. الآن من الصعب أن تتعادل مع منتخب عمان. في تلك السنوات كانت قوة المنتخب الليبي، دائما المواهب موجودة في المنتخب الليبي، وحتى المنتخب الليبي في باقي الفترات حتى نصل إليه سوف أحدثك عن العساوي وطارق التايب وكل اللاعبين اللي تألقوا في الكرة الليبية. طيب، خلينا نتكلم في هذه النقطة ولكن بعد الفاصل. أستاذ محمد، مشاهدينا الكرام خليكم معنا، فاصل قصير ونستكمل من بعد السيرة، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، جزء اخر من حلقه اليوم من سيره مع المعلق الرياضي محمد براسالي. اهلا بك من جديد. اهلا بك واهلا بك. طيب، احنا ذكرنا الثمانينات وذكرنا جانب من السبعينات خلال حلقه الاسبوع الماضي. اي مباراه بارزه لا يمكن ان تنساها، سواء كنت انت معلق لهذه المباراه ام كنت حاضر لها؟ انا شخصيا صادق لك دون تحديد انا معلق او لا. نعم، المباريات كثيرة، ولكن المنتخب الليبي لن أنسى بأي حال من الأحوال مباراة شدتني كثيرا، كانت في دورة الإجلاء في بنغازي، كانت بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي، وهذه المباراة
كافية المنتخب المصري متكامل صفوف في وجود الشاذلي وطه بصيري وتخرج المنتخب المصري متقدما بهدفين مقابل شيء. ولكن في الشوط الثاني المنتخب الليبي قلب النتيجة وخرج فائزا بثلاثة أهداف لهدفين، هدفين من عبد القادر التهامي وهدف من عبد الباري الشخصي. هذه المباراة ستبقى عالقة في بالي. نعم، أسباب اللي هي ميزت أن هذه المباراة لا يمكن أن تنسى بالنسبة لبرا صالح؟ ربما المراحل العمرية لعبت دور. أنا تذكرت في عام 1967 في ملعب القاهرة، وكان ذلك يسمى ملعب ناصر الدولي، تقدم المنتخب الليبي بهدفين مقابل شيء سجل من سويد، وفي الشوط الثاني تغيرت وفاز المنتخب المصري بثلاثة أهداف بهدفين. في دورة الإجلاء انعكست الصورة، المنتخب المصري تقدم والمنتخب الليبي عاد. ربما المراحل السنية تكون لعبت دور جعل هذه المباراة مميزة. عندي احكي لنا لأغرب رحلة كنت حاضر فيها أو ما يعرف بمباريات ورحلة 1-0. أنت جمعت كل شيء يا عبد الحكيم. رحلة 1-0 هي لابد أن أقول لكم لماذا سميت رحلة 1-0، لأن بها أربع مباريات انتهت جميعها بهدف لصفر، كسبنا واحدة وخسرنا ثلاثة. كانت أولا في السنغال، وسافر المنتخب الليبي بكامل لاعبيه وخسر على ملعب دكار بهدف مقابل شيء. المرة الثانية مع كينيا وخسر بهدف مقابل شيء. وعندما وصلنا إلى الحبشة كان المشاركة في دورة ودية أقامها اتحاد كرة القدم الإثيوبي، كانت بها أربع منتخبات: إثيوبيا، ليبيا، غانا، نيجيريا. فبعد القرعة جت غانا مع نيجيريا وجت ليبيا مع اثيوبيا، فاز علينا المنتخب الاثيوبي هدف مقابل لا شيء. تحت الدوره لعب غانا ونيجيريا عن المباراه النهائيه بحكم الفوز. لما انتهت الدوره طلب منا منتخب اثيوبيا لعب مباراه على كاس الوبيل الفضي باعتبار منظمه الامم المتحده تحتفل بعيدها، ففاز المنتخب الليبي بهدف مقابل شيء احرزه فوز اليساوي. ولهذا اطلقنا الرحله التي كانت تحملنا من مكان الى اخر واللي استمرت قرابه 20 يوم هدف رحله 1-0. نعم، مباراه ثانيه ايضا كانت مهم، يعني يعتقد المقربون منك واصدقائك انك انت لا تنساها. لاعب يتم الجري وراه داخل الملعب من قبل جهات مختصة أو جهات مسؤولة أو عسكريين، احكي لنا القصة، احنا ما نعرفوش القصة كاملة. رحم الله سعد الفزاني، كان آنذاك في الفترة هذه المرة وقعت في السبعينات، كانت الخدمة العسكرية تقوض على الهاربين من الخدمة العسكرية، وقاد هذا المتابع للاعبين الهاربين الملعب. كانت المباراة تقام بين أهلي بنغازي والهلال على ملعب المدينة الرياضية. وقبل أن تبدأ المباراة كان المرحوم سعد الفزاني مطالبا لأداء ترنيد، ولكن بدل ما الإدارة اللي القبض جاءت إلى الملعب وحاولت تقبض، ولكن اللاعبين منعوها عن وصول سعد الفزاني حتى انتهت المباراة، ولا هي انتهت بهدف مقابل شيء لصالح فريق الهلال. نعم، مباراة ثانية برضو كنت حاضر فيها، نبغى نعرفوا قصتها بالضبط. 10 مارس 1988 مباراة بين ليبيا ومالطا، وتوقفت المباراة في دقيقة 43 بالضبط، انهار المدرج، شو صار بالضبط؟ أنا كنت معلقا المباراة، كانت المباراة بين المنتخب الليبي ومنتخب مالطا، كان كل شيء على ما يرام، وأنا كنت في مكان بعيد عند، ولكن شهدت هناك مجموعة يطاردون مجموعة، وفجأة انهار المدرج، كان انهيار فظيع، أنا استغربت وصار لي ذهول. وتوقفت المباراة، توقفت أنا وتوقف الفتر التلفازي. يعني شغب كان؟ مجموعة تطارد مجموعة فوق المدرجات، فانهارت المدرجات بالكامل.
نعم يعني ما كانت شغب، ايش كان الاسباب ولا حتى لا الان؟ لا اعتقد انا ما لا استطيع مجدد ما نقول لك، انا يعني كلامي مجرد تخمين ولا استطيع بعد عدد سنوات اخمن. نعم نعم يعني في مجموعه في شيء حركه غير عاديه لهم نهار مضره لم تنهار لوعتها. طيب كان تدافع ولكن حسب اللي كنت انا في الجانب الاخر فتوتت علي، وهذه المرة يعني هذه يعني شاء حظي أن تكون هذه المرة التي أعلق عليها. شني المباراة اللي ممكن ما تنساهاش؟ مباراة كانت لغز برضو على سبيل المثال، مباراة ليبيا والجزائر 86 على سبيل المثال، مباراة أخرى كانت في الثمانينات أو في أواخر التسعينات والثمانينات، مباراة ليبيا وتونس في رحلة الإياب، مباريات كثيرة كنت ممكن تكون حاضر فيها وما زالت حتى الآن لغز. هو الأشياء اللي فيها لغز تبقى جزء من كرة القدم، أنا دائما أتعامل لهذه الأشياء. في أحيانا لا أريد أن أذهب بعيدا، لا أريد أن أذهب وراء القويل، يعني هناك مباريات عديدة ما زالت عند الآن تشكل لغز ولأجلها تفسير. يعني مرات عندما تنتجد سياسة بكرة القدم تحدث غرائب، وهذه الغرائب تدفعك إلى تصديق روايات قد لا تكون صحيحة أو تصديق روايات صحيحة. أنا أفضل أن دوري لا يتعدى خطوط الملعب. فيا صديقي عبد الحكيم، التعليق يعرف بمن يعلقه والمعلق يعرف بتعليقه، فدعني داخل الملعب ولا تخرجني من الملعب. يعني هذه المباريات اللي حتى وإنك كنت حاضر ما تنسهاش، ولكن اللغز برضو يبقى موجود إلى الآن لأن التفسير صعب. التفسير صعب ومؤلم. طيب بننقلك إلى سنة 90، جاك بن تاهية حاولوا يرجعوك تاني، أنت كنت غايب عن التعليق من سنة 86 لسنة 90، مع ذلك كنت ما تزال تحاول نجمك يبرز في الإذاعة، كان عندك برامج إذاعية، جاك بن تاهية، وكانت في رحلة مهمة، احكي لنا على الحقيقة. لا هو في توقفت عن التعليق مباريات من 86 إلى 90 توقفت دون قرار، ولكن تم إبعادي لا معلق على المباريات. صحيح أني غلطت في النشاط الرياضي ولكن كان نشاط خجول بعيد. مثلا شلت نقلت إلى جهات أخرى، لكن كل عمل تودي العمل. في 90 تم استدعائي، لما توقع أن في 86 يتم إيقافي يعني التعليق اثنان مباراة الأرجنتين وإيطاليا، في 90 نذهب إلى إيطاليا أننا رئيس بعد وعلق على كل المباريات بالطريقة المعتادة والمعلومات، وكأن شيئا لم يحصل. وهذا طبعا أثار استغراب عندي، يعني هذا التغيير المفاجئ يسبب لي إرباكا كمعلق. نعم سنة 90 برضو زرت زيورخ ومقر الفيفا، كان معك سيد جمعة شوشان وسيد بن تاهية. لا ليس ابن جمال بنوارة، سيد جمال بنوارة بالصحيح، وأيضا سيد جمعة شوشان، والتقيتم بلاتر. شو اللي قال لكم بلاتر بالضبط وقتها؟ هو في 90 وقع القرار اللي تسبب في حصار الطيران عن ليبيا. ما كانش كان تفكير اتحاد الكرة، ولا أدري من وراء اتحاد الكرة، أن يدعو مجموعة من الرياضيين إلى مقابلة بلاتر. وبلاتر لأن ذاك في 1990 كان سكرتير الاتحاد الدولي فيفا وليس الرئيس، كان الرئيس آنذاك هافيلانج البرازيلي. سافرنا إلى زيورخ ونسق الموعد المرحوم بشير طرابلسي مع بلاتر. قابلنا بلاتر في مكان الفيفا، أنا وجمال بنوارة وجمعة شوشان. شرحنا له الموقف، إن الشباب اللي بيريد أن يشارك ولكن الحصار يمنعه، ولهذا سيمتنع عن المشاركة لغاية لما تعود. فنظر إلينا وقال قضيتكم خاسرة،
انتم الان تؤكدون الحصار عليك، فالمفروض انكم تشاركوا ليوجد قرار، ولكن ليس نحن من فالقرار من وراه لا يستند للواقعيه. صعدنا ادراجنا ونحن متاكدون تماما ان كلام بلاتر هو صحيح. يعني كان كلام بلاتر وقتها غير مقنع بالنسبه لكم؟ لا كان مقنع، يعني احنا موقفنا لم يكن مقنعا. يعني فعلا احنا لما نوقف عن اللعب وعن المستوى المريدي نقتل الحصار، بينما نقتل الحصار بامكاننا ننتقل لتونس، ننتقل لمصر، بامكاننا الوصول. عام 1992 شاركتم في اولمبياد برشلونه، شو اللي صار بالضبط في 92؟ وكان معك بنتاهية وسيد ضو سلامة وفارقة جديدة ومواقف جديدة حصلت في سنة 92، احكي لنا. يا أستاذ عبد الحكيم، احنا حضرنا وانا مشارك. احنا سافرنا، كانت أولمبياد برشلونة، الأولمبياد يقام مرة كل 4 سنوات، كان علينا تابو. تم القرار الرسمي وعمل البطاقات ووصلنا، وأنا شخصيا قمت متابعة كله، قمت بأداء دوري، ولكن التلفزيون الليبي لم يعرض أي شيء على الإطلاق، وهذه مسؤولية. أنا كنت أتأسف، كنت أصاب بالإحباط، لأنك أنت تتواجد في مباراة وملتقى دوري والمادة مقبولة. يعني إذا كان التلفزيون الليبي ما بيش ينقل ليش شكله تلامي، تم المدفوع كل ما أخذه ولكن لم ينقل منه أي شيء التلفزيون. نعم. طيب أستاذ محمد، خلينا نطلع فاصل ونرجع. مشاهدينا الكرام خليكم معنا، بعد الفاصل نستكمل حوارنا مع المعلق الرياضي محمد برصالي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، جزء أخير من حلقة اليوم من سيرة ومحطة أخرى من محطات المعلق الرياضي محمد برصالي. أهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا. اللغز ما يعني كان من بداية حياتك معك من سنة 80 واستمر واستمر ولم تجد له إجابة حتى الآن. الآن حتى من الجمهور حيتساءل ما الذي يمكن أن أو من الذي سيجيب عن هذا السؤال، أو شنو الجواب المقنع اللي ممكن يقدروا تحصلوا عليه؟ سيظل اللغز قائم؟ والله أنا هذا ما تقوله صحيح، ولا عندي لك أي جواب آخر. طيب الأعوام الفارقة في حياتك سنة 94، ما الذي تشكله هذا العام بالتحديد لبرصالي كمحطة جديدة من محطة حياته؟ 94 كيف حكاية، كيف اشرحك يا أستاذ؟ منين بنبدو بالضبط؟ خلينا نسأل، من أين نبدأ؟ صحيح سافرت لإيطاليا. طيب خلينا نقول لك أنا بالله، لا هو قبل، هل سافرت؟ إيه أنا قبل لو سافر لإيطاليا إيه تم إقناعي بأني يجب أن أعمل صحيفة خارجية. واجهتني العروض من عدة جهات. كيف تم إقناعك؟ هو العرض مغري والعرض لا عيوب فيه، وهذا بالطبع يقنعك. وأنا لابد أن أقول إذا كان هناك شخصا يحمل شيئا أنا أحترمه، يعني عبد الله منصور أحترمه احترام فائق، يعني استطاع أن هو يقنعني بضرورة السفر إلى طرق أبواب أخرى، لما أكون راضيا وانتقلت إلى البرازيل، ولكن وجدت أني أنا على خطأ، وجدت كل شيء في البرازيل، لم ينقصني أي شيء، والعشر سنوات التي مضيتها في البرازيل منها 3 سنوات في إيطاليا عرفتني على إمكانيات جديدة. هذه السنوات لم تكن مظلمة، كانت سنوات مضيئة بالنسبة لي، وجدت فيها كل شيء. تعرفت على اللاعبين، أنا كنت أحب البرازيل وأتمنى وجدت نفسه، وجدت الآن يعني أنا لما اخترت سقراط أن يكون صحيح، وجدت صعوبة في إقناعه أن يكون مدير الصدر الرياضي قبل، وصدع سقراط أن يتعاون معي، ووجدت فيه شخصية تشوف، وهذا تعلي أن أتعاون مع كتاب آخرين، تعاون مع بيكنباور، مع كرويف، مع كابيلو، ودرست يعني العشر سنوات هذه لم أكون
كما تصورها مظلمة، كانت مضيعة جدا بالنسبة لي وفادتني. لكن البعض كان يتوقع بأن نفي لبراس علي إلى البرازيل ولإبعاده عن الساحة الموجودة لتخلال الساحة أو ينسوه الناس، هل من حاول إيصال هذه الفكرة نجح في نفي فعلا براس علي إلى البرازيل، أم أنه هو ساهم في تطوير وصق المواهب أكثر وأكثر وإبراز نجمة أكثر وأكثر؟ أنت كأنك تقول هل كانت عقاب مكافأة؟ البعض يقول هكذا، البعض يشوف بأن أنا أعتبرها مكافأة وليس عقابا. شنو إضافت لك؟ أولا درست فترة عامين في البرازيل، تغيرت الجو، عرفت ملاعب، عرفت أشياء على البرازيل لم أعرفها فيما سبق. أنا يعني سأكون ظالما لو قلت لك لم أستفيد من هذه الرحلة، كان حمل فيه فوائد كثيرة وتجربة جديدة ومحطة جديدة وأعطاني واجد. أنا يجب أن أقول لك أني أنا معلق رياضي وسأتكلم معك وفق التعليق الرياضي، لن اختار من جنوب آخر. لكن المحطة هذه لما مشيت لها، مشيت لها بإرادتك أم كنت مرغم؟ لا، هي مشيت بإرادتي ولكن كنت مرغم، يعني كنت أتمنى أن أكون مستمرا في تقديم البرامج الرياضية في التعليق، وكنت أخشى من نفقد. ولكن مجرد أن بقيت 3 سنوات في إيطاليا وانتقلت البرازيل تغيرت أشياء كثيرة، والإنسان يتطور مع الزمن. لم أجد شيء عيب، يعني ما كانش فيه ظلم، وجدت نفسي أني فتحت آفاق جديدة. عند مرات الإنسان يعاني شيء وهو صالح. لا أؤكد لك أن ذهابي للبرازيل كانت محطة ناجحة بالنسبة لي كمعلق بها. طيب، فيه حدث صار ما ينسوش الليبيين بالكامل، وهو مشاركتك في كضيف في برنامج على الـ ARTE، وكان المذيع وقتها سيد أشرف شاكر تنبأت وقتها بفوز أحد المنتخبات وكانت النبوءة صائبة. حدثنا. في عام 1998 كان بطولة العالم في فرنسا. أنا لابد أن أقول لك شيئا، عندما كنت في إيطاليا في بداية سفري للبرازيل اتصل بي أحد المندوبين على ARTE وطلب مني التعليق في كأس العالم التي كانت تقام في الولايات المتحدة الأمريكية 1994. فأنا كنت متخوفا، كنت أضع إبعادي على التعليق، فسألت المسؤول عن الإذاعة عن التلفزيون الليبي فقال لي أبتعد. عملت ولكن ARTE لم تنسى، ARTE لم تنسى. في عام 1998 اتصلوا بي وقالوا لي أننا نريد أن نستضيفك المباراة النهائية بين إيطاليا، بين فرنسا والبرازيل. أنا كنت دائما حريصا أن أكون موظفا جيدا، أتبع التعليمات حتى إن كانت ليست في صالحي. فاتصلت بالجهات المسؤولة فقالوا لي حاول تتجنب، وكان ذلك إشكالية. ولكن في الأخير لم يطلبوا، فكيف يمكن أن تجرب هذه الدعوة؟ اتصلوا بي مرة ثانية، وكنت أنا ذاك جاء قادم من البرازيل إلى إيطاليا، فقالوا لي، فقلت أحسن شيء حسب تفكيري أضع عقبة كبيرة لا يوافق عليها. طبعا يعني هم الدعوة. فسألت من كان يحاورني، وكان ابن الشيخ أحمد كامل، فقال لي في الاستوديو سيكون محمد عبد الوحش المصري وهو كبير مقاما، وطارق دياب والمعلق مدى. فأنا أردت أن أجيب شيء صعبا لا يوافقون عليه، فقلت له لن أحضر إذا أصبحت نجما للحلقة. طبعا طلب منجون وغير لائق. أنت تحاول أن تتهرب من المقابل. تهرب كامل. بعد يومين اتصل بي وقال لي احنا قبلنا شرطك. فجيت الى ابيزانو جنب روما، وكانت هي مكان بث البوريات.
وكنت خجولا كيف طلبت، كيف تجرأت أن أكون نجما على محمد عبد الوحش وطارق دياب، ولما كنا أعرف المدرعين. ولكن حين وصلت لأبو زنو وجدت نقمة وغضب عند مدني رحيمي وهو سعودي، فقال لي كيف تطلب أن نجم أنك تكون نجم الحلقة؟ وحاول هو كان يريد أن يصطادني في هذا اللقاء، وكان اللقاء مشاهدا من كافة الليبيين، وكانت الـ ERT لها مكانة كبيرة عند الجمهور الليبي. عندما بدأ التعليق كان يحاول يصطادني أنه يقلل من مكاني، هذا رأيه هو. ولكن أنا شخصيا تكلمت بحكم معرفتي، أنا قلت لم انتبه أن أشرف شاكر طلب مني الحديث أولا، فقلت هذا اليوم ليس للبرازيل، اليوم البرازيل ستخسر بنتيجة كبيرة، وأن الأهداف ستكون ثابتة، وأن زين الدين زيدان سيكون أحسن لاعب في البطولة. فأخذ الرد مدني رحيمي، أخذ الرد وقال لي أن البرازيل دائما هي البرازيل، أنا أقصد البرازيل في المباراة النهائية وليس كل تاريخ البرازيل. وقال لي يمكن البرازيل تخسر اليوم، وكأنني أنا هو جعل من توقعي أكبر من اللازم، شخص الموضوع وتكلم عن زيدان قال لي يمكن يصل لعب. أنا لم أكن أعلم أو فاتني، بل كنت أعلم وفاتني أن زيدان عفس على دار لعب سعودي، فاعتبرها معركة. لم يعلق طارق دياب ولم يعلق الوحش، ولكن بعد فترة تعرف اللعب طلع الكلام اللي قلت له مظبوط، فرنسا فازت 3-0، زيدان أحسن لعب، كل اللي قلته. فالرجل يعني هو ساهم في واعترف بعدين. نعم، هذه كانت حادثة من ضمن أبرز ما ينسوهاش الليبيين، وهي أيضا تسجل في تاريخ وما قدمه بالرسالي. توقعاتك دائما صائبة، شنو السبب؟ هذه توقعات ليست تكهنات، ليست نبوات، بل نتيجة معرفة. أنا أتذكر في كأس إفريقيا في عام 1982 كان المدرب أنذاك مدرب المنتخب الليبي بيلا المجري، وكان يساعده ناجي المعداني ونجم بجول. كانت في كأس أفريقيا تقام بثمانية فرق، وكان للمرة النهائية اللي وصلها المنتخب الليبي لابد أن تنتهي بركلات الترجيح لأول مرة. أقول ركلات الترجيح وليس ركلات جزاء، لأن الجزاء ركلة جزاء هو حساب خطأ. الهاشم البهلول بحكم أنه هو قريب مني وناجي المعداني قالوا لي ماذا تتوقع؟ أنا كان في رأسي أن هذه المرة ستحسم بركلات الترجيح، فقلت لهم، فقالوا لي أخبر بيلا. قلت لهم بيلا شخصية أكاديمية صعب المدخل هذا، تطوع الهاشمي وأن يخبروا بيلا. فبيلا كنا نقيم في نفس الصندوق، فجاني أحبطني تماما، قال لي أنا رجل أكاديمي، أنا مدرب يعرف كرة القدم، أنا مدرب ليس يعتمد على التوقعات والتنبؤات. أنت قال لي أخبروني، قالوا لي أن المعلق الليبي يعرف أن المرتان دي بركلات الترجيح، ويعرف أين يضربوا، أين يقوم بالتسديد لركلات الترجيح. حبت ذهبت إلى الملعب المباراة النهائية، أنا كنت أنا المعلق الرئيسي، علقت المباراة، انتهت في 90 دقيقة بهدف مقابل هدف. في الوقت الإضافي استمر التعادل، توجه الفريقان لركلة الترجيح. نسيت التعليق، تذكرت كلام ما قاله بيلا، شعرت كأن المباراة أصبحت بيني وبين بيلا اللي قال لي أنا أكاديمي وأنا. يعني ما تم التسديد كان كل ما يضع لاعب ركلة جزاء
أنا أعلق بحكم معرفتي باللاعبين الغنيين. هذا اللاعب سيضرب على اليمين الحاس، يضرب على اليمين الحاس، هذا اللاعب على يسير الحاس. في النهاية خسر المنتخب الليبي. الناس كانوا يسألون لماذا لم يسمع المدرب بلا ما قاله المعلق الليبي. أنا لم يكن يهمني أحد. إلا أن شاهد بيلا، وشاهد بيلا فقال لي فيك تصغر كلمتين، من أخبرك الشيطان؟ وانتهت القصة. ومن هذه القصة بدت علاقتي مع الجمهور، كلما أعلق على مباراة وأتوقع شيء نعم يقولوا هذا كلام التوقع صحيح. وهي كانت مستندة على معلومات ودراسات خاصة سموها دراسات. يعني أنت، أنا أتذكر في عام 1994 هذه طارت اهتمام الناس، كانت الافتتاح كأس العالم، هذا كان كأس العالم اللي وقفت فيه بعد درب المريخ، كان الافتتاح بين ألمانيا والأوروغواي، بين ألمانيا والأوروغواي، سجل المنتخب الأوروغواي هدف. أنا حكم دائما أتصلح بالمعلومات، والمعلومات تكون قابلة أن تكون صوابا، وأعرف أن المنتخب الألماني أحسن منتخب في العالم وجيد التعادل في الدقائق الأخيرة، ولكن استخدام المعلومة، فن استخدام المعلومة أن تقولها في الوقت المناسب. فنظرت إلى الخمس دقائق فقلت في التعليق هذا هو وقت التعادل للمنتخب الألماني. أنا مستند، وأنا لم أقدم المعلومة كاملة. نعم. لم أقدم المعلومة على أني عارف أن المنتخب الدراسات تقول. قلت هذه وقت التعادل للمنتخب الألماني. بعد دقيقة واحدة تعادل المنتخب الألماني. فالناس اعتقدوا كيف أعرف الرسالية وسند المعلومات واستخدام المعلومات. أنت قد تشوق. قد تضيف قدر من الإبهار للمعلومة. وهذا حيقعد سر برضو من أسرار براسالي. يعني أنا يعني رمي برامي، يعني لما قلت هذا هو وقت تعال المنطقة الألمانية كنت معزز بدراسة. طيب هيك نكون وصلنا إلى ختام هذه المحطة اليوم، تكلمنا فيها على الثمانينات وما مرت به وبداية التسعينات. الحلقة المقبلة حنتكلموا فيها على الصدى الرياضي، انتقالك إلى البرازيل، محطة جديدة من محطات حياتك، وبعدين العودة من جديد، وأيضا حنتكلموا على أبرز برامج إذاعية قدمتها وأبرز برامج تلفزيونية قدمتها. الحلقة المقبلة حتكون الحلقة المهمة أيضا من محطات حياتك. أشكرك جزيلا شكرا على أنك كنت معنا في سيرة أستاذ محمد. شكرا، بارك الله فيك. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا على كرم المتابعة. محطة مقبلة من محطات براسالي الأسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت. خليكم معنا وتابعونا. إلى اللقاء.